السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا من جديد. اليوم اخوان موضوع جميل جدا، سنتعرف على نظام رائع واللي هو فوشيا. هذا النظام فوشيا ماذا يعني؟ نظام من جوجل اخوان، هو مقدم من العملاق جوجل. فوشيا مشروع لازالت جوجل تقوم به حاليا وفي طور تطوير، وطبعا تم اطلاق هذا المشروع في سنة 2021 شهر 5 او ماي 25، وهو مبني على نظام لينكس وفي نفس الوقت مبني على نظام جوجل، يعني نظام الاندرويد، ويعتمد ايضا عدة انظمة اخرى في المستقبل. مبني على نظام لينكس او النواة اللي هي زيركون. معلومات عن هذا النظام اخوان فوشيا، هل يمكنكم تجربه ومعرفته؟ طبعا هو لم يخرج بعد الوجود، ولكن يمكنكم تجربته والتعرف عليه، وهو سريع جدا اخوان وامن، وبما انه مفتوح المصدر فيمكنكم اخوان استخدامه بكل سهولة وعليه درجة امان عالية طالما هو من جوجل. بالنسبة لنظام فوشيا اخوان، لو دخلنا على الموقع طبعا يمكنكم تنصيبه، سيكون شرح قادم ان شاء الله كيف تجربون النظام الاساسي اللي هو فوشيا. النظام طبعا لتنصيبه بهذه الطريقة سيكون شيئا معقد على بعض المبتدئين، لكن سهلنا عليكم السهولة إخوان بأن هناك مشروع آخر موازي أخذ نظام فوشيا وطوره على نظام اسمه داليا، وهذا النظام إخوان هو اللي تشاهدون هنا. لدينا داليا إخوان. داليا هو عبارة عن توزيع مبنية لينكس، وهذه التوزيع إخوان لو ذهبنا مثلا على داونلود ستشاهدون بأنها متوفرة للتنزيل. لدينا نظامين من داليا، نظام مبني على الإيفاي أو البوت إيفاي اللي هو الجي بي تي، ومن يريد أن ينزل نظام الليجيسي البوت القديم بنظام الإم بي آر، تضغط إما على هذه أو على هذه تنزلون التوزيع. من يريد تجربة هذه التوزيعة أونلاين مباشرة كما تشاهدون الفوق لديكم ديمو، تضغطون على ديمو يفتح معكم طبعا الموقع. الآن يمكنكم تجربة هذه التوزيعة أونلاين، تتعرفون عليها. أنا غيرت أيضا، هو لا يأتي بهذا الشكل، غيرت الباكراوند. من هنا لديكم جميع الإعدادات، طبعا يمكنكم تغيير الألوان، الدخول على الإعدادات، من هنا تدخلون على تفتحون طبعا جميع الاعدادات هذا النظام. شيء اخر اخوان بالنسبه لهذا هذه التوزيعه، تتعرفون عليها كما قلنا اونلاين، نذهب مثلا على التطبيقات كما تشاهدون، يدعم البراوزر، يدعم كذا تطبيق احبائي، وهو سريع جدا. انا الان اونلاين، هذا لا يهمنا اخوان، انا ساشرح لكم اليوم كيف تنصبونها على يو اس بي. نعم، تنصبون هذا النظام على يو اس بي ويفضل معكم يعني دائما، ويمكنكم استخدامه فقط على هذه اليو اس بي، وجميع المعلومات تبقى هنا، يعني حتى الاعدادات والتطبيقات اللي ستنزلون يبقى على هذا اليو اس بي اخوان كما سنشرح لكم. اذا كيف ذلك اخوان؟ نخرج من هذا الموقع بدون اطاله، نذهب مباشره الى تنصيب او تنزيل النسخه. ننزل مثلا في حالتي هذه انا لدي كمبيوتر بنظام الاي فاي وعليه القرص اللي هو جي بي تي. اذا نزلنا، تضغطون هنا طبعا ضغطة واحدة كما تشاهدون يتم تنزيل النظام. بما انني انا نزلته مسبقا ملف هذا، نضغط على كانسل. شيء اخر، تحتاجون الى حرق هذه النسخة على يو اس بي، استخدمناها في عدة مرات بالينا اتشر، تنصبون او تنزلون اتشر وتنصبونها على الكمبيوتر اخوان، وهذا هو الموقع اخوان، والروابط كلها ستجدونها في مدونتي في الرابط اسفل الفيديو. ننزل الان ونذهب الى سطح المكتب. طبعا ها هو ملف داليا الخاص بليفاي، فكيت عنه الضغط، اعطاني هذا الملف اللي هو ايميج باختصار ايميج، حجمه تقريبا 3.40 جيجا. نفتح البالينا اتشر، سنفتحها كما تشاهدون، واضع اليو اس بي في الكمبيوتر. فتحت معي طبعا هذه هي، هذا هو الاتشر، نختار
الفلاش أو الملف اللي هو داليا، أضعه هنا، ها هو، أختار التارجت، ما هو؟ هو اليو اس بي. تشاهدون هاي اليو اس بي، هذه حجمها 64 جيجا، أنصحكم ب 8 جيجا فما فوق، مش ضروري 64، 8 كافية، 16 كافية، 32، ثم اختاروا. طبعا ليكن في حسبانكم وفي علمكم بأن جميع معلومات على اليو اس بي سيتم مسحها وينزل عليها النظام. إذا سيلكت، الآن لدي الملف، لدي اليو اس بي. إذا يا إخوان سنضغط على فلاش، والآن إخوان يتم عملية حرق هذا الملف، يعني تنصيب هذا الملف النسخة بالكامل على اليو اس بي. العملية تدوم من دقيقة إلى دقيقتين على حسب قوة الكمبيوتر. إذا إخوان ما علينا سوى الانتظار، وهو في انتظار طبعا أن يتم تفليش أو تحميل هذه النسخة على اليو اس بي. نلقاكم بعد هذا الفاصل القصير. إذا ممتاز إخوان، كما تشاهدون انتهت عملية الحرق على اليو اس بي، والآن لدينا النسخة على اليو اس بي الخاصة بنا. إذا نغلق هذا البرنامج، وبما أن اليو اس بي لازالت على الكمبيوتر، الآن نعيد تشغيل الكمبيوتر إخوان، وندخل على البوت مانجر، يعني كل واحد يختار طريقة الدخول. في مثال اليوم إخوان أنا لدي الكمبيوتر طبعا يدخل على البوت من خلال الـ F7. إذا إخوان مبروك عليكم، الآن هذه الواجهة الأولى لداليا، الأخت داليا صديقتنا اليوم نتعرف عليها، واللي هي عبارة عن نسخة من فوشيا كما قلنا. اللون أورنج طبعا باي ديفولت. هنا نذهب مثلا، هنا لديكم جميع التطبيقات، لديكم إنترنت، ميديا، جيمينج إلى غير ذلك. حق أهم شيء إخوان بأننا سنقوم بشبك الواي فاي، كما تشاهدون هنا في الأسفل تشاهدون بأن الواي فاي يتم شبكه بطريقة أوتوماتيكية، يعني بما أنه على نفس الكمبيوتر كما تشاهدون. إذن كما تشاهدون هو كونكتد. الآن لديكم بلوتوث، يدعم بلوتوث إذا كان على الكمبيوتر. اللغة يمكنكم تغييرها من هنا، تغيرون اللغات. حاليا اللي ظهر معي هنا بالنسبة لتوزيع الداليا لدينا نيدرلاند، بروتغيش، دويتش، انجلش. أظن بأن المطورين كل واحد على حسب لغته، مع الأسف ليس هناك لغة عربية. نذهب أولا إخوان نبحث عن البراوسر، الويب براوسر. تظهر هذه الرسالة، نضغط عليها وتفتحون المتصفح إخوان. إذا هذا هو المتصفح إخوان، مبني على ديك ديك جو. نبحث على يوتيوب مثلا، شوف كيف شغال الوضع. هذا يوتيوب، ندخل عليه، نبحث مثلا على قناتنا، ننتظر تحميل. الآن الكل شغال على يو اس بي، الكل النظام بالكامل على اليو اس بي. نبحث مثلا على قناتي هنا، كما تشاهدون هذه قناتي اخوان. ادعوكم للاشتراك في القناه طبعا، سبسكرايب بليز، وتشاهدون بانه شغال. العيب الوحيد اللي وجدته في هذه التوزيع، وهذا لم يقله عدد كبير من الاخوان اللي شرحوا هذه التوزيع، بانه لا يدعم لغه عربيه. تشاهدون مثلا هاي اللغه العربيه تظهر بهذا الشكل اخوان، كما تشاهدون اللغه العربيه غير مدعومه على هذا النظام مع الاسف الشديد، يعني كلمات باللغه العربيه غير مدعومه. لا أدري أين المشكل، سأحاول حله إن شاء الله في الدرس القادم. شيء آخر إخوان، التوزيع هذا سريع جدا، ولازلت أقول لكم بأنني ألا على يو اس بي الآن إخوان. طبعا لديكم الويب أب مانجر، حاليا يمكنكم تنصيب جوجل من هنا، من يريد إضافة ديسكورد يمكنكم إضافته من هنا. على العموم بعد ذلك إذا عدنا إلى هنا سنجد بأن جوجل نصبناه. هنا جيمينج ستجدون ايضا انكم يمكنكم تحميل تطبيقات وتحميل العاب الى غادي اوفيس سيستم اكسترا. انترنت كما قلنا لدينا ويب براوسر، لدينا هو الديسكورد، قمنا بتنزيله من الويب اب مانجر. حاليا هذه التطبيقات اللي موجوده في داليا مو في طور التطوير، يمكنكم تجربه هذه النسخه. ولعلمكم اخوان جميع المعلومات تبقى على اليو اس بي. لتغيير الوول بيبر، تشينج وول بيبر من هنا، نضغط في الوسط. بعد ذلك يمكننا تغيير لأحد الصور، نختار مثلا هذه بما أننا في فصل الصيف، نختار هذه سيف. فوالا، جميل جدا إخوان، جربوها واذكروا لي في التعليقات. جربوا، كل واحد يجرب هذه النسخة، لن تخسروا شيئا، فقط المعلومات. ردوا البال في اليو اس بي إياكم وتخسروا معلوماتكم على اليو اس بي. إذا
احتفظوا بها وقوموا بجلب يو اس بي جديده نيو وجربوا عليها النظام فهو شغال بامتياز وجميع المعلومات تبقى هنا، يعني جميع اعداداتكم تبقى على هذه اليو اس بي. تحياتي لكم، نلتقي في الدرس القادم، ادعمونا باللايك والاشتراك وايضا تفعيل زر الجرس، ومن يريد ايضا ان يشترك في القناه بالانتساب ويكون عضو مميز اهلا بك اخي الكريم، الرابط اسفل الفيديو. Peace and love، اخوكم محمد يحييكم، نلتقي في الدرس القادم.